بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد. سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما من زوجين يقترنان لتكون عاقبة أمرهما الافتراق، ما يجمع الحب لا يمكن لشيء أن يفرقه، إلا إذا انقلب الحب فيما بعد فتورا، إن لم نقل بغضا وحقدا. فما الذي يؤدي إلى انهيار الزواج؟ لماذا لم تعصمه المشاعر الجياشة؟ لماذا لم تحل دونه الأخلاق والقيم والأعراف؟ لا شك أن الفراق إذا وقع لا يعني نهاية العيش الكريم لكلا الطرفين، ولا ريب أنه وهو المشكلة قد يكون حلا لمشكلة أكبر، لكن لا أحد يناقش في أنه يجب تجنبه ما أمكن إلى ذلك سبيلا. تحاشي الطلاق وتفاديه يوجب البحث عن أسبابه، عن الدواعي إلى انهيار الزواج السعيد. وفي هذا يشرفنا الحلول ضيفا على الشيخ مهدي أبو زيد. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقابل أنت، هكذا الحياة الزوجية، وأنا تريد حقوقا وتهرب من واجبات، والأنا الأخرى تريد حقوقا وتهرب من واجبات، يقع التنازع ويمكن أن ينهار الزواج. ما رأيكم شيخ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين، الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، اللهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام على جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقين. السلام عليكم وعلى المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بناء الأسرة بناء يحبه الله ورسوله. الأسرة الجديدة بناء جديد في الإسلام، من الشفاعات ومن أعظم الشفاعات التي ندب الدين الحنيف لها. نعم. وهذا البناء لكي يبقى صرحا قائما، لا تشوبه شائبة ولا تتخلله ثغرة، لابد من أن يكون مبنيا على أسس متينة. لذلك نشير إلى بعض الصفات لكي يسعى الرجل وتسعى المرأة قدر الإمكان ألا يكون في الارتباط أيا منها لكي تستمر الحياة. ولو فرض وجود بعضها أن يعمل كل من الطرفين من جهته ومن وجهته على أن يزيلها من صفحة وجوده، لعله بذلك يؤسس ويمتن العلاقة ويزيل الموانع التي قد تضر في هذا البناء وفي هذا الكائن الذي أراده الله سبحانه وتعالى في المجتمع. لذلك مطلوب من الإنسان عندما يختار أن ينظر في هذه الأمور وأن لا يعمي عينه عنها بحجة أنه يمكنه أن يصلح فيما بعد. ما ليس بصالح لا يمكنه أن يكون صالحا فيما بعد. نعم، ما يكون صالحا قد تعتريه بعض المفاسد فتوهن من تماسكه وقد ترديه. لذلك ورد في الأحاديث الشريفة عن أئمتنا صلوات الله تعالى عليهم موضوع مواجهة الإساءة بالإحسان. هذه المسألة في الحقيقة تدل على الشأن الرفيع للخلق الكريم في المدرسة الإسلامية المباركة. لذلك ورد في الحديث أن الظالم والمظلوم كلاهما في النار، فتعجب الحاضرون من كلام الإمام عليه السلام فقالوا يا ابن رسول الله فهمنا الظالم، فما بال المظلوم؟ الظالم في النار ربما يمكن الإنسان أن يدرك، لكن المظلوم.
أتى الجواب من الإمام: هلا جاء المظلوم إلى أخيه فهمس في أذنه فقال: لقد ظلمتك وأسأت إليك فسامحني حتى يعود الود إليهما؟ مسألة صعبة. نعم. لأن الذي يتدخل هنا هي حيثيتي وشأنيتي بالضبط وما وجهي وهذه الأمور. نعم. من أراد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة أن تكون في طاعة الله، الشأنية أن تكون عبدا من عباد الله، الكرامة أن يكرمك الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أن تكون تقيا. نعم. لذلك هذه الصفات التي يعيش فيها الإنسان شبهة، ليس ذلك إلا من وسوسات إبليس، عليه أن يطوي عنها كشحا، عليه أن لا يلتفت إليها. لذلك أشارت الروايات المباركة إلى مجموع من المواصفات على الإنسان أن يبتعد عنها لكي لا يعيش دهره في هم وغم وبلاءات هو صنعها لنفسه، لم يدفعه إليها أحد، إلا وهم حب لم يكن في الحقيقة إلا إعجابا لمشهد من المشاهد، لا يلبس أن يتصرم المشهد فتبقى التبعات الأخرى التي لم يعرها اهتماما. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بشر نسائكم؟ هذا سؤال آخر من رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من شر نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها. يعني عند أهلها كامل الطاعة وتستخدم في كل شيء، يعني ربما تكون الفتاة مع أهلها كأنها الخادمة المستأجرة لأداء كل الوظائف، لكن في اللحظة التي تأتي فيها إلى بيت الزوج تجعل من نفسها ملكة، وعلى الجميع أن يراعي شعورها وأحاسيسها وخدمتها وما إلى ذلك. عزيزة مع بعلها، تتمنع عن أداء وظائفها، وتتمنى عن إدارة منزلها، وتسعى إلى إرهاق هذا الزوج. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه من شرار النساء، العقيم الحقود، غير منتجة لا أخلاقيا ولا طبيعيا وإنسانيا، وتمتلك أو تعيش حالة من السوء في نظرتها للآخرين، التي لا تتورع عن قبيح، يعني الكذب سهل، الاعتداء سهل، اختلاق واصطناع المشكلات سهل، وقد يرى الإنسان في بيئته وفي محيطه كثير من هذه المشاهد، تجد أنها تختلق أفلاما ومسلسلات ربما لا تجدها في أعرق الدور السينمائية من حيث التمثيل والإخراج والأداء وإلى آخره، كل ذلك لأنها تريد أن تشوش على المجتمع، تشوش على الدار، تشوش على الزوج، تشوش على الأولاد وما إلى ذلك. المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، مع الأسف نحن ابتلينا في مجتمعنا أن الزوجة في منزلها لا تكاد ترى منها إلا العناءات والبلاءات، لكن في اللحظة التي تتهيأ فيها للخروج إلى خارج الدار تجد أنك بت أمام إنسان آخر. اخترعوا في هذه الأيام شيخنا قناعا تجميليا تضعه المرأة في بيتها، فعندما يدخل الرجل يرى امرأة مقنعة، لكنها تزيلها عندما تخرج إلى عملها ووظيفتها أمام الناس، تكون امرأة جميلة. هذه هي المشكلة، يعني خلاف وصية الشارع المقدس، في البيت لا تكترث لا لثيابها ولا لمظهرها ولا لرائحتها ولا لنظافتها ولا ولا ولا، ثم إذا ما خرجت تخرج بكامل الأناقة، وهو النظرة المعكوسة المقلوبة لما أراده الشارع منه. الشارع المقدس لم يحرم المرأة من الزينة ومن التعطر ومن لبس أجمل الثياب ومن التنظف، وإنما جعل ذلك في بيئة خاصة. نعم، منعها من ذلك في البيئة العامة،
لأن المرأة ليست مشاع، صح، ليست سيارة أجرة عمومية بالطبع لكل أحد. نعم. هي في حلقتها الضيقة الخاصة لها أن تبرز كامل جمالها وأناقتها، لكن عندما تخرج إلى المجتمع الكبير لابد أن تكون حصينة، محصنة، رزينة، عفيفة، مستورة، محجبة. ما تفعله نساؤنا اليوم على العكس تماما، وأخص بالذكر القسم الكبير ممن يدعي أنهن من المحجبات. الحجاب ليس صرف خرقة توضع على الرأس. نعم. الحجاب منظومة متكاملة من الستر، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذي، ليس فقط ستر رأس، أما بقية التفاصيل ما تشاء يمكنك أن تحظى به، ليس الأمر كذلك. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن هذه الصفة من الصفات التي تدل على الشر الموجود في المرأة، أن لا تبرز زينتها حيث يجب وأن تبرزها حيث يحرم. لذلك عندنا الرواية تشير إلى موضوع التعطر للآخرين، كم وكم عليهم من الآثام والمعاصي عندما تخرج من دارها متعطرة، كذلك عندما تخرج من دارها متزينة، كذلك عندما تخرج من دارها من دون إذن زوجها، لأنها عمليا تخالف تعاليم الشريعة المقدسة وتخالف بنية البناء المتكامل المرصوص الذي يراد للأسرة. ثم المتبرجة إذا غاب عنها زوجها الحصان معه إذا حضر، عندما يأتي تصبح المرأة الرزينة التي لا تقبل المزاح، لا تقبل الزينة، لا تقبل ما شاء الله، يعني تنقلب صورة كلية. التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، يعني تصبح في مقام كالمناظرة التلفزيونية بين ندين سياسيين، تقول وأقول، هذا تقول وأقول واحد من أودية جهنم التي لا ينجو منها أحد. وأين أنوثتها شيخنا؟ مسخت، أصبحت رجل، أنوثتها تبديه للآخرين. لذلك في مجتمعنا، إذن أين قيمتها إن كانت أنوثتها؟ عندما يقال إن فلانة اختلفت مع زوجها، كل المجتمع الخارجي يقول عجيب، إنها امرأة لطيفة، مؤدبة، مزينة، مرتبة، كذا. هذه المشاهد تبديها للخارج، أما في داخل الدار هي عكس ذلك تماما، وهذه هي المشكلة هنا، يعني تهدم دارها بيدها بمعول أعمالها وأفعالها. فإذا خلا بها تمنع التمنع الصعبة، كيف الفرس التي غير مروضة لا تسمح للسائس أن يروضها ولا تسمح للفارس أن يمتطيها، لا ترتضي، ولا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا. فإذا هذه مواصفات مع الأسف مواصفات موجودة في مجتمعنا، لابد لنا أن نخرج أنفسنا عن هذه الدائرة حتى نتمكن أن ندخل في الشق الثاني من الحديث الذي تعرضنا له سابقا، ألا أخبركم بخير نسائكم. وأشرنا إلى موضوع الخير قبل أن نشير إلى مواطن السلبية، لأن هذه المسائل تهدم البنيان العامر وتسيء إلى الأسرة. لذلك يقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام: النساء ثلاث. وكذلك رواية مروية عن مولانا الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه، يقول: النساء ثلاث، فواحدة لك، وواحدة لك وعليك، وواحدة عليك لا لك. وهذه لعلها بالقسمة الحاصرة المنطقية، يعني قد لا يجد الإنسان شقا رابعا. فأما التي هي لك فالمرأة العذراء، هذه الولود التي تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه. يا الله، ما أجملها.
ما أجمل يعني العبارة. هذه نعم. التي تعين الزوجة على تخطي صعاب الحياة لك. نعم. هذه تسعدك، تؤنسك، تريحك، تعطيك انطباعا من الود وترحم. أما الثانية التي لك وعليك، يقول الإمام عليه السلام، فهي الثيب. الثيب التي كانت قد تزوجت سابقا، نعم. فهي تعيش تجربتين وتقيس هذه على تلك وتوقع الإنسان في المشكلة. رواية مولانا الإمام رضا صلوات الله تعالى عليه يقول: هي لا ذات جمال ولا تعين زوجها على خير، يعني لا من جهة الملاحة فيها ما يجذب، ولا من جهة الصفات الخلقية فيها ما يعين. أما المرأة الثالثة، وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير، مهما أعطيتها تراه قليلا. صخابة؟ صخابة يعني من الصخب والضجيج والتسخط وإلى آخر، يعني شوف ألفاظ مبالغة. نعم. يعني وزن فعال من المبالغة في الفعل. لا تقبل، لا تستقل الكثير ولا تقبل اليسير، يعني إذا كان الوضع متوسطا قد لا ترتضيه. فإذا هذه يقول الإمام: وإياك أن تغتر بمن هذه صفته. والبعض يقول: أنا أريد امرأة قوية. هذه الامرأة القوية يعني كأن رجلا يقترن برجل، يعني لن يصل الأمر، أو كما مثلنا في مرة سابقة كسيارة بمقودين، هذا يريد أن يأخذها يمينا وذاك يريد أن يأخذها يسارا. لذلك هذه مواصفات عامة. الشرع المقدس يقول إياك، وهي صفة وصيغة تحذير، يحذرك أن تقترب من هذا المكان. نعم. أيضا من الأمور التي يمكن الإنسان أن يستعرضها من ذلك المقام موضوع التكبر على الزوج. قبل شيخنا قضية أنه قد يغتر الإنسان، يقول الإنسان أريد امرأة قوية، كنتم تتفضلون. نعم. يقول الإمام سلام الله عليه: ولا تغتر. هذه الصخابة الولاجة الهمازة التي لا تغتر بمن كانت، لأنه سوف يكون هو أحد ضحاياها، يعني في المستقبل القريب عندما تقع أولى المشاكل سيكون هو من الضحايا. أيضا يقول من الأمور المهمة أن لا تتكبر الزوجة على زوجها، لذلك قلنا الكفء، التكافؤ، أن يكون، أن يأخذ الإنسان من مستواه، وأن ترتضي المرأة ما هو من مستواها، ولا تعير الزوج بما عنده، لا تلزمه بأكثر من مقدرته. لذلك عدم ملاقاة الرجل في وسط الطريق يعني الاستعلاء على الزوج والبروز بأنها أفضل، إما من جهة النسب، من جهة الحسب، من جهة القدرة المالية، من جهة الطبقة الاجتماعية، فهذه لن تنتج أسرة. أن لا تلاقي زوجها، هذه أن تخرج لملاقاته، ما أجمل أن تخرج المرأة. طبعا. كم يشعر الرجل بالقيمة والأهمية عند زوجته عندما تخرج لملاقاته؟ عندما تلاقيه على باب الدار فإنها تسقط عنه عند ذلك المكان ما حمله على كاهله من عناء اليوم. شيخنا في أريافنا في الزمان الماضي، لا أدري في الزمان الحاضر، كانت هذه العادات موجودة. أخواتنا المؤمنات يطبقن هذا الأمر. يعني انظر، بعض الأحيان يشتكي الزوج، يقول: أنا ما أتيت يوما إلى الدار إلا وجدت زوجتي إما خارج الدار، وإما نائمة، وإما تمارس عملا لا ينبغي أن تمارسه في هذا الوقت. هذه سيئة التدبير. نعم. المرأة المدبرة هي المرأة التي تفرغ هذا الوقت لشؤون أسرتها، هذه اللحظات التي تلتم فيها شمل الأسرة. نعم. هذا يعود من مدرسته، وذاك من عمله، وذاك من جامعته، ثم نجلس
على مائدة واحدة، مائدة معنوية قد لا تكون مائدة الطعام. نعم. لكن هذا الجمع وهذه اللمة هي عنصر مهم لإعادة شد أواصر الأسرة. لذلك سنتعرض لبعض المواصفات إن شاء الله في موضوع العلاقة بين الزوج وزوجته، فيما يعني موضوع التبسم في وجه الزوجة، تبسم الزوجة في وجه زوجها، رفع الزوج اللقمة إلى فم زوجته. هذه من الآداب التي تعين على استمرار الود وتوطد وتمتن العلاقة بين الطرفين، ولا تجعلها مع الوقت شحيحة وشاحبة ثم تكاد تموت مع الوقت. إذن سنكمل شيخنا عن انهيار الزواج بعد الفاصل، ولن نذهب مع الأسف إلى ما يرفع الود ولا إن شاء الله تأتي الأيام. نعم. إن شاء الله. نعم. بالإذن منكم شيخنا الكريم، سادة الأفاضل، لن نطيل عليكم إن شاء الله، نتشرف بمتابعتكم. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطبيخ، التي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإذا أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك عامل من عمال الله، وعامل الله لا يخيب ولا يندم. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ضيوفا للشيخ مهدي أبو زيد، يحدثنا عن أسباب انهيار الزواج. شيخنا تحدثهم عن أشياء جميلة ولطيفة من تراث أهل البيت عليهم السلام، عن الزوجة الصالحة والزوج الصالح. لابد من تنازل بين الطرفين، نحن كل واحد ولسنا طرفين. صحيح. أصبحنا بنية واحدة، بنيانا واحدا كما تفضلتم. هذا البنيان قد تعتريه بعض ظروف الصعبة، يعني ليس كل رجل بمقتدر على أن يتحف زوجته وأسرته بما تحب، وليست كل زوجة قادرة على أن تقدم لزوجها في كل وقت أو في كل يوم ما يحب. صحيح. قد يطرأ وهن هنا، ضعف هناك، حالة نفسية. شيخنا نحن بشر. صحيح. يعني هذا الرجل قد يكون مستاء من أمر هذه المرأة، منزعجة، تغير هرموني، أي شيء آخر. صحيح. ماذا يحصل عندما يطرأ على الزواج شيء معكر للمزاج بالحد الأدنى؟ مع الأسف في مجتمعنا اليوم طبق نظرية توجيه الأسرة القائم، توجيه الأسرة نحو الخراب. هنالك من يغرس في أذهان الناس أن عملية إجهاد الزوج طريق من طرق امتلاكه وإبقاؤه في هذه الحلبة، وعدم الإفساح له في المجال أن يستريح. لذلك تجد أن بعض الزوجات مثلا لا تقبل بثوب واحد، ولا بحذاء واحد، ولا بمحفظة واحدة، بل تجد في كل دار أشبه ما يكون بمتجر للملابس. فيما يعني موضوع اللباس، ليس من الإسراف أن يكون للإنسان أكثر من ثوب، لكن الإسراف أن يلبس ثوب التجمل في مكان العمل والعكس. يعني مثلا يخرج باللباس الذي يخرج فيه لإخوانه، يخرج فيه للعمل الميداني الذي سيمزقه وكذا، هذا من الإسراف. لكن أن يكون للإنسان أثواب متعددة لا يوجد مشكلة، المهم أن يكون قادرا على امتلاكها. من الميسور أن يتصرف الإنسان بقدراته، طبق قدراته. صحيح. هذا لا مشكلة فيه، بل بالعكس، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جيد. الله أنعم عليك. فمن المستحبات، من الآداب عند الإنعام، التوسع على العيال مع ضابط شيخنا أنه كي لا يتبيغ بالفقير فقره أيضا. يعني إذا كنا في مجتمع فقير وكان أنعم الله علينا أيضا، لا ينبغي أن نرهقه فيما هو فيه. يعني أن لا نزعج جيراننا بأننا نحن موسع علينا. صحيح. وأنتم غير موسع. صحيح. عليكم. يعني صحيح. هذه الضوابط الرائعة، هذا التوازن، هذا التكامل. نعم. لكن هذا التكامل أيضا مطلوب أن يراعى في الأسرة أيضا. لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما امرأة أدخلت على زوجها
في أمر النفقة وكلفته ما لا يطيق، لا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا إلا أن تتوب وترجع وتطلب منه طاقته. فإذن التكليف بما لا يطاق غير مقبول من الزوجة للزوج والعكس. الله سبحانه وتعالى في مقام العبادات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح. وهذه العبادة التي ترقي من شأن الإنسان وتدخله إلى الجنان وتجعله في مصف الكمال. فكيف بالعلاقات الاجتماعية؟ الإنسان عرضة لتبدلات وتغيرات ولمزاج مختلف ولمرض لعناء لشدة لتعب لحمل لولادة إلى آخره من التفاصيل. مطلوب من الإنسان أن يراعي، يعني بالأخير إنما هذه أمانة. أحسن. كما يقول أمير المؤمنين، وليست قهرمانة، هذه ليست خادمة، هذه ليست الموظفة التي استخدمتها لتخدمك وتخدم بيتك وتخدم جيرانك إلى آخره. أيضا في العلاقات هنالك بعض الشوائب في حياتنا. البعض يظن أنه له حق الولاية في أن يلزم زوجته مثلا بزيارة أهله وأقاربه مثلا، هذا ليس بصحيح. ليس له ذلك. ليس له ذلك. هم رحمه ولكنهم ليسوا أرحامها. نعم، مقتضى التفاهم والقناعة وتبادل وجهات النظر أن نتعاون في إرضاء طرفينا، لكن لا أن نلزم الآخر. حتى فيما يعني الأولاد في بعض الأحيان، يعني أنا إذا أردت أن أذهب لزيارة صديقي الذي سأتبادل معه أطراف الحديث، نعم، قد لا يكون ذلك مناسبا لولدي. صحيح. إرغامه في بعض الأحيان قد يكون خلاف الحكمة. فكيف بالزوجة؟ أنا لابد أن أصل رحمي، لابد أن أزور أهلي، لكن من قال أنها ملزمة بذلك؟ نعم، إن هي رضيت، أقنعتها، بينت لها الوجهات والمبررات وكذا، لا مشكل. أما أن ألزمها إلزاما هذا ليس بصحيح. بعضهم شيخنا، وهذا لطيف يعني من تصرفاته، يلزم امرأته بأن تصل رحمها ويذهب معها كي لا تقطع الرحم. إعانة الآخر على صلة الرحم أمر مطلوب. لذلك أنا أرى كثير من الزوجات تحض زوجها على زيارة إخوته، أخواته، حتى وإن كانوا مختلفين أحيانا، حتى مع الاختلاف في بعضهم. بالأخير طبيعة التزاحم البشري يبقي نقاط الاختلاف لنقاط الاختلاف مكانا، لكن لا ينبغي ذلك أن يزحم العلاقات المبنية على الود وصلة الرحم. يعني ما أجملها عندما تقول له يبقى أخاك زره وإن تنازعتما حل المشاكل. هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني هذا التدخل اللطيف من الزوجة لإرشاد هذه إعانة على أمر الدنيا والآخرة. أحسنت. وكذلك في الدفع نحو زيارة الأهل، أيضا كثير من الرجال مع الأسف عندما يعيشون حياة الأسرة، نعم، الهانئة، يغفلون عن الاحتياجات الأخرى المطلوبة، بل الواجبات من قبيل بر الوالدين والاهتمام بالوالدين ورعاية مصالحهم. الآباء والأبناء قد لا ندري أيهم أقرب إلينا نفعا كما تشير الآية المباركة. نعم. صحيح أنه مطلوب أن أوفر الحضور المناسبة لأبنائي، لكن الأهل لهم علي حق. وأيضا هنا مسألة يعني على هامش الكلام، موضوع إعانة الأهل وموضوع تأمين الفرص المناسبة للأهل من الواجبات. كيف أن الوالد يجب عليه أن يعين ولده إذا كان بحاجة للإعانة؟ نعم. كذلك يجب على الولد أن يعين الوالدين إن كانوا بحاجة للإعانة وهو قادر على ذلك. يعني هذا العون المادي والمعنوي كلاهما من الواجبات بين الوالدين، من الحقوق التي لا يسقطها الله سبحانه وتعالى. فالزوجة الصالحة تدفع بزوجها وبأبنائها إلى هذا البر وإلى هذه العلاقات، كذلك الزوج يجب أن يعين زوجته. ما أجمل عندما لا يحرمها. نعم. ذلك عندما تتنازل الزوجة أحيانا عن بعض الكماليات لتقول لزوجها أهلك بحاجة. هذا يعني الدين، هذه تربية وهذا خلق. بعض الحالات مع الأسف تقول زوجي، مشكلتي مع زوجي أنه يعين أهله. يعين أهله، نعم. يعني موضوع الزوجة
إذا لم يكن فيها خير لتوطيد العلاقات الأسرية وصلة الرحم، هذه ليست زوجة وليست أما، ولن تبني بيتا وستوقع البيت في مشكلة. لذلك فيما يعني موضوع العلاقات، الإنسان لابد أن يرى كل الأطراف التي تتناغم في حياة اجتماعية واحدة. يعني لا يكون الإنسان أنانيا في حركته، يعني فقط أنا مشكلتي مع زوجي أنه يعين أهله، بل يجب على الزوج أن يعين أهله، وإعانة أهله ربما يكون واجبا عليه أكثر من رعايته لبعض تفاصيل داره. طيب شيخنا، سأسألكم سؤالا غير متعلق بالقضايا الدينية، اسمحوا لي أن أقول، أن أسأل مهدي أبو زيد الرجل، من رجل إلى رجل، ما هو شعور الرجل تجاه امرأته عندما تدفعه هي إلى صلة رحمه، إلى بر والديه؟ كيف ينظر الرجل إلى امرأته في هذه الحالة؟ أولا بغض النظر عن الأمر الديني، صحيح، نعم. أولا تكبر في عينه، جيد، وتتأطر وتتأصل جذورها في دارها، حلو، وتربي ولدها، نعم، لأنه كما تدين تدان، سبحان والدنيا الله. دولاب، نعم. وأيضا تكون بعملها دافع له أن يكون إلى جنبها عند أهلها. وهكذا تكون الحال بالعكس، يعني عندما يكون الرجل هو الساعي عند المرأة أن بر والديك، صلي رحمك، ستبادله، نعم. سترد التحية بالتحية، سيكبر في عينها، إلا ألا تكون أهلا لذلك. صحيح. لذلك موضوع، نعود إلى مسألة أساسية، نعم. التربية، نعم. هنا قضايا إنسانية وليست فقط دينية، شيء. صحيح، تربية أخلاق، نعم. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعني موضوع تعيير الزوج، في الروايات قام الإسلام بمال خديجة، نعم، وسيف علي، صحيح، يعني خديجة عليها السلام خاصة في قضية الحصار المعروف في شعب أبي طالب، نعم، بذلت كل مالها في سبيل الإسلام، جعلته بين يدي رسول الله الزوج. يقال هي شهيدة سوء التغذية، بعضهم استنتج أن امرأة في عمرها لا تموت بهذا السن، وأبو طالب يعني موتهما، صحيح، لعله من سوء التغذية كان يفقدان، ربما كان يؤثران، لكن على كل الأحوال، نعم، قدمت وهي من أكابر وكبار تجار مكة المكرمة، صحيح، أنفقت مالها بين يدي النبي الزوج، نعم، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله. بالمقابل هنالك بعض النساء ربما وفقت لأن تكون منتجة، والله سبحانه وتعالى فسح لها المجال أن تعين زوجها على الدهر، ثم في محطة من المحطات تعير الزوج على ما تنفقه وتعينه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن جميع ما في الأرض من ذهب وفضة حملته المرأة إلى بيت زوجها، نعم، كل مقدرات الدنيا كانت بين يديها ودفعته إلى دار زوجها، ثم ضربت على رأس زوجها يوما من الأيام، عيرته، تقول من أنت؟ إنما المال مالي. وهذا يقع طبعا، يأتي اليوم الذي يكدر صفو العيش مشكلة، فتذهب فورا إلى تعيير زوجها، نعم. إنما المال مالي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبط عملها ولو كانت من أعبد الناس إلا أن تتوب وترجع وتعتذر إلى زوجها، وتعتذر. لذلك، نعم، اعتذار الزوج إلى زوجته لو قصر وأخطأ ليس بعيب، هو كمال، واعتذار الزوجة لزوجها إذا أخطأت وقصرت ليس عيبا بل هو كمال، وربما كان واجبا كما مر في الأحاديث. شيخنا، هذه رتبة أولى، ولكن الرتبة الثانية وهي الأعظم كما تفضلتم في الحديث عن المعصوم، أنه عندما لا يكون المرء مخطئا مع أخيه ثم يأتي ويعتذر كي يصبح، هذا الذي أقول. أيضا هنالك رواية، نعم،
مروية عن أكثر من إمام صلوات الله تعالى عليهم فيما يعني موضوع طاعة الزوجة. هنالك نهي في طاعة الزوجة. يسأل الإمام عليه السلام: وكيف يكون هذا النهي؟ يعني لما هو منهي عن الطاعة؟ نعم. يقول الإمام عليه السلام: تشير إليه في أن يأتي لها بالثياب الرقاق، أو تشير عليه بأن يخرجها إلى المسابح إلى الحمامات فيطيعها. نعم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم استشار كما يقال امرأته أم سلمة. لذلك عدم الطاعة في هذه الموارد. أحسنتم. وليس لأنه مطلقة. بهذه الطاعة طاعة على الحرام، طاعة على معصية الله سبحانه وتعالى، وهو أمر مرفوض. يعني مش مطلقة أنه شاوروهن وخالفهن. لا لا، الموضوع بالروايات باعتبار ضيق الوقت نحاول قدر الإمكان أن نقلص، لكن هذه مسألة. أيضا من المسائل المهمة التي من اللطيف أن ننهي بها البحث موضوع ترك البيت. ما هو شائع في مجتمع الآن؟ إذا حصل خلاف بين الزوجة وزوجته حردت تترك البيت وتذهب، وبعض الأحيان يأتي أهلها ويأخذونها. تركها للبيت بمفردها حرام ومخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. سعي الأهل لأن تترك ابنتهم بيتها حرام ومشاركة في الحرام، ولا يرضي الله ولا رسوله. إذا تعرضت للأذى شيخنا، كانت تضرب أو تؤذى، الأذية يمكن أن ترفع أمرها إلى الحاكم. الولاية بعد الزوج للحاكم الشرعي، وهو الفقيه، هو الذي يضرب على يده، وهو الذي يضع ضوابط، وهو الذي يحدد لها حدودا. بل أكثر من ذلك، حتى في موضوع الطلاق، يعني عندما يصل الأمر إلى عدم اتفاق وعدم انسجام وآل الأمر إلى الطلاق، لا يحق للزوجة في مدة عدتها أن تخرج من دار زوجيتها. نعم، تعتد في بيت زوجها. العدة في بيت الزوج. لما؟ لأن الإسلام أراد من ذلك أن يفسح مجالا لأن تعود الأمور إلى مجاريها. هذا في الراجعي، في الطلاق الراجعي. في الراجعي. نعم. لذلك عندما تختلف المرأة مع زوجها، يكون الاختلاف على شيء تافه، بعد يوم أو يومين سوف تحن إلى دارها، إلى أسرتها، إلى زوجها. عندما باتت خارج الدار سوف تجد آلاف الموانع التي تمنعها من أن تعود. لكن لو كانت في دارها، ربما بسمة، ربما قبلة، ربما سلام، ربما كلمة جيدة تعيد الأمور إلى نصابها. لكن عندما تدخل من ليس لهم الولاية في هذا الأمر، أوقعوا شقاقا وخلافا وهدموا بيتا زوجيا. لذلك مطلوب من الأهل أن يتقوا الله في البيوت، في الأسر، أن لا يتدخل في قوام الأسرة من ليس له ولاية في ذلك. لذلك الآية المباركة: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. حكما يعني ليس الأب وليست الأم من هذا الطرف، ولا الأب ولا الأم من ذاك الطرف، ولا الأخ من هذا الطرف، ولا الأخ من ذلك الطرف، ولا الأخت من هنا ولا الأخت من هناك، وإنما حكم إنسان عاقل يدرك المسألة، قريب من الدار، يدرك كيف يلملم الأمور لا كيف يشتتها، ويجعل البيت هباء منثورا. أحسنتم شيخ مهدي أبو زيد. سأختم بهذه هذا القول. قاله لي أحدهم، قال: أنا من بيت، يشرفني أنني من بيت، كانت إذا غضبت أختي من زوجها أرجعها أبي إلى بيت زوجها. صحيح. يقول: هو زوجك، هو كل الدنيا عندك وليس نحن. صحيح. شيخ مهدي أبو زيد، أرفع لكم شكري، شكرا جزيلا لما تفضلتم به، للأحاديث القيمة التي لفتتم نظرنا إليها وأشرتم إلى مفاهيمها، وشكرا جزيلا لسادة الأفاضل الذين تكرموا علينا بالمتابعة. على أمل الملتقى إن شاء الله في موعد لاحق. أستودعكم رعايته وعنايته سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.